السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتبقى تالت محاضرة لينا في النيوروساينس موديول. هنتكلم على البلاد برين بارير، البرين إديما and هرنيشن. الأوبجكتيفز بتاعتنا احنا we would discuss the blood brain barrier, we will describe the mechanisms of brain edema, identify common pathophysiological phenomena زي cerebral edema, elevated intracranial pressure and the resulting brain herniation. أول حاجة عايزين نعرف إيه هو الـ blood-brain barrier. إحنا طبعاً هناخدوه أكتر في الفيسيولوجي. إحنا عارفين إن الـ capillaries بتاعتنا بيبقى فيها pores والـ pores دي بتسمح بمرور الـ substances outside the blood vessel تروح للـ parenchymatous organs أو للـ tissues عموماً. وبعدين بيبقى عندي الـ lipid soluble substances ممكن تمر من خلال الـ cell membranes. طيب الـ blood brain barrier ايه الزيادة اللي بتكون فيه؟ بيكون زيادة على الـ blood vessel أو اللي هو الـ capillary endothelial lining. بيبقى عندي الـ astroglial foot processes بتعمل extra lining أو extra membrane موجود في الـ supporting cells اللي هي الجلايا. بيخرج منها الـ processes دي وبتعمل extra layer للـ blood brain barrier. كمان بيبقى فيه layer تاني من الديورة وهي داخلة بتلاين أو بتكفر البلاد فيسل من بره، بيبقى ده كمان لاير إكسترا زيادة. وساعات بيبقى فيه خلايا بيريسايتس. تمام، وبالتالي البلاد برين بارير بيتكون من الكابيلاري إنديثيليوم والجلايل فوت بروسيسز، وكمان بيبقى فيه جزء من الديورا إكستندينج اللي هي حوالين البرانشينج فيسلز، وممكن ساعات كمان يكون في layer of pericytes، لكن mainly هي الاندوثيليال lining والfoot processes. والjunctions ما بين الاندوثيليال cells بتبقى tight junctions، وبالتالي اللي بيقدر يمر من blood vessel للbrain بيبقى lipid soluble substances، هي دي اللي تقدر تمر بشكل سهل. لكن الحاجات اللي هي الwater soluble بتحتاج لcarrier transport. طيب هل blood brain barrier موجود في كل المخ في كل الأماكن زي بعض؟ لا، في أماكن الـ layers زي ما قلتلكوا هتبقى زيادة، زي في superficial layers هتبقى الـ extension بتاع الديورة دي هتزيد. ممكن في مكان تاني ألاقي الـ pericyte دي موجودة فيبقى عاملالي layer زيادة، وممكن أماكن زي الـ thalamus وزي الـ pineal body ما يكونش فيه الـ blood brain barrier. وطبعا ده علشان الأماكن دي بتحتاج diffusion of substance عشان تحس بالthirst، عشان تحس بالosmolarity بتاعت الـ blood. فبالتالي في بعض الأماكن جوه البرين اللي هتاخدوها في الفيسيولوجي زي ما قلنا الثالاموس وزي البينيال بودي ما بيكونش فيها blood brain barrier. طيب لو أنا زادت البرميابيليتي across the brain capillaries ده هيعمل لي البرين إديما. تخيل كده ان انا البورز دي وسعت شويه بسبب ان انا عندي انفلاميشن مثلا او انجري او هايبوكسيك انجري، فيبقى عندي برين ايديما. البرين ايديما دي هتزود لي الحجم بتاع البرين بتاعي، والحجم ده هيزيد اجينست السكال اللي هي فيكسد سبيس، فبالتالي هتؤدي لأن يحصل vascular compression. الـ vascular compression هيعمل more brain ischemia. الـ brain ischemia هتعمل reactive vasodilatation. الـ reactive vasodilatation يؤدي لأن أنا الـ يحصل
برضو interstitial fluid يزيد أكتر فيزود لي ال pressure فيزود ال brain edema، بدخل في حاجة بسميها ال positive feedback. احنا أخدنا في الهوميوستيزس في الفسيولوجي إن أنا بيبقى عندي negative feedback، الحاجة تعلى يقوم يحصل negative feedback فيحصل إنها تقل تاني. تمام، هعطش الأوزمولاريتي بتاعت البلد هتزيد، هشرب الأوزمولاريتي هتقل. لكن اللي بيحصل لما يبقى عندي positive feedback إن ده يوصلني لإن أنا يبقى عندي more tissue damage بالpositive feedback ده. تمام، كمان البرين إديما ده بيؤدي لإن أنا يحصل decreased blood flow بسبب الفاسكولار كومبريشن اللي قلنا عليه، برضو الاكسجين هيقل، الاكسجين اللي هيقل هيزود البيرميابيليتي، هيزود الفلويد ليكج. وبالتالي زي ما قلت لكم كده احنا بالميكانيزمز دي بيحصل عندي البوزيتيف فيدباك، والبوزيتيف فيدباك ده اجينست الهوميوستاسيس. وبدل ما انا مشيت في بروسيس اجينست الهوميوستاسيس انا ببقى عندي مشكله ان انا هيبقى عندي vicious circle of tissue damage. طيب ايه هو cerebral edema؟ التعريف بتاعه it's the accumulation of excess fluid within the brain parenchyma. طب within the brain parenchyma ده مقصود جوه الخلية ولا في الانترستيشيوم؟ الحقيقة مقصود الاثنين. تمام، there are two types which often occur together particularly after generalized injury. Generalized injury دي زي ما قلنا في الـ CBL اللي فات، زي مثلا global hypoxia, global ischemia, head trauma, closed injury من غير vascular injury. تمام، كل ده بيعمل لي حاجة generalized على المخ كله مش مكان فيه localization، ده بيبقى more susceptible لأن أنا أدخل في الـ two types of brain edema. أول نوع بسميه vasogenic edema. vasogenic edema دي اللي بسبب الـ blood vessel، ده لما الـ integrity بتاعة الـ normal blood brain barrier is disrupted، الـ fluids هيتروح من جوه الـ blood vessel للـ extracellular spaces أو الـ interstitium of the brain. وعشان الـ interstitium of the brain ده قابل لأن هو للتمدد، لأن هو عبارة عن الأكسونز وحواليها ليبيد، فهو في space جوه الـ extracellular space of the brain ده يقدر يأكيوميليت فيه كمية fluid كبيرة. تمام، لكن هنفتكر برضو إن أنا الـ skull is a closed space، فبالرغم من إن أنا الـ white matter بالذات كمان of the brain هي أكتر تقدر تستوعب كمان أكتر من ال gray matter، فال brain size بتاعي هيزيد وده يخبط ال brain against ال bony prominences، وكمان هيزود لي ال intracranial pressure لأن أنا ال mass بتاعي لو زاد within closed space أكيد ال pressure هيعلى. تمام، طب الفازوجينيك إديما دي بتبقى generalized ولا localized according to the type of injury. لو أنا عندي global hypoxia يعني هايبوكسيا على البرين كله، global ischemia على البرين كله، ده هيعمل لي generalized cerebral edema. لو أنا عندي brain abscess، لو أنا عندي tumor، يبقى أنا كده هيبقى عندي localized vasogenic edema. النوع التاني من الإديمة السيتوتوكسيك إديمة. السيتوتوكسيك إديمة ده اللي هي الإديمة اللي هتحصل جوه الخلية بسبب مشكلة حصلت في السيل ممبرين، إنجري حصل للسيل ممبرين بسبب الإسكيميا أو الهايبوكسيا. decreased oxygen يزود البرميابيليتي بتاعة السيل ممبرينز. تمام، increased in the intracellular fluid secondary to neuronal and glial injury زي ما بيحصل برضو زي ما قلنا مع الهايبوكسيا والإسكيميا أو التوكسينز. التوكسينز زي الناس اللي عندهم مثلا ليفر فيلير أو رينال فيلير، الناس دول بيكون عندهم accumulation of toxins في الجسم بتاعتهم و will cross the blood brain barrier وتعمل toxicity لل cell membranes بتاعة النيورونز وبتاعة الجلايا ويحصل accumulation of intracellular fluid.
طيب السيتوتوكسيك إديما دي هل هي هتزود حجم البرين بشكل كبير او هتزود الويت بتاع البرين بشكل كبير؟ الحقيقة لا، الفازوجينيك هي اللي بتزود الحجم وبتزود الانتراكرينيال بريشر بشكل اكبر، لكن السيتوتوكسيك إديما is injurious لنفس الخلية اللي ممكن يحصل بسببها cell death. وعادة الاثنين بيكونوا مع بعض، الفازوجينيك إديما مع السيتوتوكسيك إديما، لأن معظم الميكانيزمات بتكون مع بعض. ده الصورة بتاعت البرين في السيريبرال إديما. ده برين congested severely congested، وكمان في إديما. عرفنا إزاي الفلاتند جايراي والسالساي اللي هي بقت مش باينة بسبب الكمبريشن. الإديماتيس برين هيبقى softer than normal وهيبقى مالي الكرانيال فولت، ما فيش السبيس اللي هو المفروض بيكون موجود، مينيمال سبيس صحيح بس بيبقى فيه سبيس، ما بيبقاش البرين محشور في السكال ولا بيبقى مضغوط against the bony prominences. طيب السيريبرال إديما أنا عندي ده برين نورمال وده برين الحجم بتاعه زيادة. في الجنراليزد إديما الجايراي بتبقى فلاتن زي ما قلنا، والإنترفينينج سالساي أر ناروود and the ventricular cavities are compressed. الventricular cavity الحجم بتاعها بيضيق. طيب الكمبليكيشنز بتاعتي هتكون ايه؟ اول حاجه البريشر هيزيد لان عندي فيكسد كاباسيتي اوف ذا سكال، وبالتالي الحجم زاد يبقى البريشر هيزيد. هيحصل حاجه اسمها هيرنيشنز وهناخدها بالتفصيل، وده ممكن يليد تو ذا انفاركشن. السيريبرال هيرنيشن انا عندي ثلاثه مين تايبس اوف سيريبرال هيرنيشن. نفتكر مع بعض من الاناتومي كده، انا عندي ده coronal section of the skull وعندي ده الفالك سيريبراي. فالك سيريبراي ده الديورة دي بتبقى leathery زي الجلد بتاع الحيوانات اللي هي اللي بنشوفها مدبوغة، وبيبقى لي sharp edge. فلو انا عندي حاجه زودت لي الانتركرانيال بريشر سواء حاجه لوكالايزد هنا او حاجه جنرالايزد، انا ممكن يحصل لي حاجه بسميها سب فالساين هيرنيشن، ان جزء من الفرونتال لوب يحصل له هيرنيشن تحت الفالكس سيريبراي. النوع الثاني من الهيرنيشن اخطر منه بسميه ترانس تنتوريال هيرنيشن against the tentorium cerebelli. بيبقى عندي ان الانكس بتاعت التمبرال لوب تيجي وتتحشر في المنطقة دي، ودي طبعا هتؤدي لمشاكل اكبر لان انا عندي هنا more vital structures ومور structures هتبقى susceptible للانجري. النوع الاخطر على الاطلاق الفيتال بنسميه tonsillar herniation، وهنا ان جزء السيريبيلر tonsil تبقى ترنيت against الفوريمن ماجنم، وبالتالي تضغط على البرين ستام اللي احنا عارفين ان فيه الفيتال سنترز. يبقى انا عندي ثلاث انواع من السيريبرال herniation، عندي السبفالساين herniation، عندي transtentorial herniation، وعندي tonsillar herniation. طيب ايه هو الهرنيشن بقى؟ الهرنيشن انا عندي displacement، حاجة جزء من التيشو بتاع البرين هيتنقل من مكانه او هيبقى displaced او هيتحشر او هيبقى distorted ويبقى displaced، يروح في from one compartment to another in response to the increased intracranial pressure. البرين إديما زودت البرشر، هتزق جزء من البرين يروح من one compartment للcompartment التاني. The portions of the brain دي ممكن تكون displaced across the rigid dural folds اللي احنا قلنا عليها، سواء الفالك سيريبراي او التنتوريوم سيريبلاي. طيب ده هيؤدي لايه؟ لو انا حصل عندي الهرنيشن والجزء من البرين اتحشر، اكيد انا هيبقى عندي سواء ان انا blood vessels هتتقفل فيحصل لي compromise of the blood supply، او في nerves cranial nerves هتتأذي. تمام؟
طيب أنا لما يحصل لي الـ compromise of the blood supply يحصل إيه؟ ممكن يحصل في infarction في المنطقة دي، ممكن يحصل زي ما قلنا الـ vicious circle بتاعتنا الـ positive feedback اللي بيحصل للأسف، اللي إيه؟ الـ compromise of the blood supply هيزود الـ permeability والـ oxygen decrease الـ hypoxia، هيزود الـ cytotoxic اللي هو هندخل في الـ vicious circle، فتزود يعمل vasodilation ويحصل more edema، والmore edema تعمل more compromise، تمام؟ وبالتالي ده will lead to further herniation. يبقى أنا ممكن يحصل infarction, additional edema and further herniation. أول نوع وهو أسهل نوع ال subfalcine herniation، إن يحصل displacement of the cingulate gyrus under the edge of the falcus، وده ممكن يقفل لي الـ anterior cerebral artery. من الاناتومي بقى نفتكر الـ anterior cerebral artery بيحصل فيه ايه. الحقيقة ان هو لو قفل الـ anterior cerebral artery قبل الـ communicating branch اللي في circle of Willis ان شاء الله مش هيحصل حاجة، لكن لو حصل distal قفلوا distal ساعتها هيحصل الـ anterior cerebral artery syndrome. والانتيريور سيريبرال ارتري سيندروم ده انا ممكن اتخيل هو هيحصل ايه لما اعرف الانتيريور سيريبرال ارتري ده بي سبلاي ايه. انا مش عايزه ادخل في التفصيله دي دلوقتي، لكن عموما لما هتاخدوها من الاناتومي هتبقوا عارفين الانتيريور سيريبرال ارتري بي سبلاي ايه، وبالتالي نرجع للدرس ده بتاعنا ونعرف ان احنا ممكن هيحصل شوية weakness or paralysis في الفوت والليج on the opposite side بسبب الموتور كورتكس اللي هي involved. ممكن يحصل sensory loss، ممكن يحصل gait abnormalities urinary incontinence. ده هنعرفه لما ناخد بالتفصيل مع الاناتومي الـ supply بتاع الـ anterior cerebral artery ده بيدي ايه بالظبط في البني آدم. هنيجي على النوع التاني هنلاقيه شوية more complicated وأصعب شوية في الحفظ بتاعه، احنا مش عايزين نحفظه وعايزين برضو ايه نبقى بنفكر كده مع بعض، اللي هو الـ transtentorial herniation. أنا عندي الـ transtentorial herniation الميديال سايد بتاع temporal lobe اللي بنسميه الانكس بيحصل له herniation against ال tentorial، تمام؟ يبقى الميديال aspect هيبقى يحصل له herniation، وهنا ده ال tentorium ال tough edge بتاعه معلم على البرين الادمتس ده. البرين هنا باين الماركت إديما، باين الفلاتند جايراي، باين الابليتريتد مقفولة السلساي خلاص، وعندي هنا باين من السهم اللي موجود ده الشارب ايج بتاعت التنتوريوم زقت الانكس، ولما الانكس اتزق هيبقى عندي كذا حاجة. في حاجة دايركتلي هتبقى انجرد المكان ده بيطلع منه او ماشي فيه الثيرد كرانيال نيرف اللي هو الاوكيلوموتر، والاوكيلوموتر زي ما برضو هتاخده في الاناتومي او اخدته بيسبلاي الاكسترا اوكيولار ماسلز والبيوبيلري البيوبلز، وبالتالي هيحصل عندي بيوبيلري دايلاتيشن اون ذا سايد اوف ذا ليجن. وهنا عايزين نبقى بنفكر انا الليجن اللي هيحصل عندي ده هيبقى في نفس السايد ولا احنا حصل كروسنج فهيبقى على الاوبوزيت سايد. فالثيرد كرانيال نيرف هنا هيصب لي الايه، هيعمل لي اون ذا سيم سايد اوف ذا ليجن هيبقى الاي فيها pupillary dilatation، ودي حاجة مهمة عشان اللي بنسميه localization و lateralization اللي دكتور النيورو وهو بيكشف بيبتدي يعرف البيشنت ده ممكن الليجن بتاعه يكون فين بالكلينيكال examination. كمان انا عندي البوستيريور سيريبرال ارتري موجود هنا، والبوستيريور سيريبرال ارتري انتوا عارفين ان هو بي سبلاي الفيجوال كورتكس، وكمان ليه حاجه معينه كده كروسنج معين هنبقى ناخده برضو مع الفيجوال تراكت اللي هتاخدوه،
وبالتالي هيعمل ليجن في الفيجوال فيلد، او ان يعمل لي بلايندنس في الفيجوال كورتكس، يعني ان البيشنت ممكن يشوف الحاجه بس الصوره مش بتترجم. طيب ده اول حاجه، ان النيرف اللي هو الاوكيولوموتور والبوستيريور سيريبرال ارتري يبقى يحصل فيهم ليجن. طيب في حاجه اخطر من كده جوه بسبب الترانستنتوريوم؟ تخيلوا انا عندي الانكس كده، انا زقت ايه هنا؟ دي زقت الكونترالاترال سيريبرال بيدانكل اجينست التنتوريوم، يبقى انا الناحيه الثانيه هيحصل فيها ايه؟ الناحيه الثانيه هيحصل فيها انجري في السيريبرال بيدانكل اللي بتسبلاي الموتور بتاع الناحية دي. يبقى أنا وهو زائق هنا، الناحية دي هي اللي هتبقى injured من السيريبرال بيدانكل، ودي عشان في crossing يبقى هترجع تاني. يبقى أنا لو عندي right uncinate process herniation هتأذي left cerebral pedoncle، وبالتالي يحصل right hemiparesis بسميه epsilateral hemiparesis. يعني الhemiparesis هنا بالرغم من ان في crossing وبالرغم من ان الليجن على ال right side، لكن هيحصل epsilateral hemiparesis، وده بنسميه كأنه pseudo لانه ان الليجن في نفس المكان بس مش في نفس المكان عشان ما فيش كروسنج، او ان انا الانجري حصلت في فايبرز ما فيهاش كروسنج، لكن لا انا عشان الفايبرز حصل ليجن الناحيه الثانيه تمام اللي هي بتسبلاي الرايت سايد خلاص، فبسميها سودو لاترالايزيشن، بمعنى ان انا اللاترالايزيشن هنا حصلت عكس اللي انا متصوره، حصلت سودو لاترالايزيشن افسي لاترال هيميباريسيس بالرغم من ان الليجن على الناحيه اليمين، لكن الباريسيس برضو هتبقى على الناحيه اليمين بالرغم ان احنا عارفين ان الموتور بيبقى فيه كروسنج وكان المفروض يبقى شمال، فبسميه سودو لاترالايزيشن تمام. يبقى انا نرجع تاني نفتكر مع بعض الانسينيت هرنيشن بتعمل ايه؟ هتعمل لي اول حاجه دايركت انجري للثيرد كرانيال نيرف، يبقى في نفس السايد يحصل عندي بيبيلاري دايلاتيشن، وبرده الاكسترا اوكيولار ماسلز ممكن يحصل فيها مشكله فيحصل لي اي ديفيشن لتحت والبره. كمان ممكن يبقى عندي بوستيرير سيريبرال ارتري انجري او كومبرومايز، يبقى كومبرست فيحصل عندي البرايمري فيجوال كورتكس يحصل فيها ليجن، وبالتالي يبقى عندي فيجوال كورتكس بلايندنس او لوس اوف فيجن بسبب الفيجوال كورتكس مش بسبب الاي ولا الاوبتيك نيرف. وفي نفس الوقت انا ممكن يبقى عندي بسبب البوستيريور سيريبرال ارتري والكروسنج بتاع الفيجوال تراكت هتبقوا تعرفوه تبع الاناتومي اللي بنسميها هومونومس هيمي انوبيا، هتبقوا تعرفوها في المكان بتاعها تمام. حاجه تانية قلنا اخطر منها شويه، ان انا الانسينيت بروسيس هيرنيشن تزق السيريبرال بيدانكل الناحيه الثانيه فتعمل ليجن على نفس الناحيه سودو لاترالايزيشن او ابسي لاترال هيمي باريسيس. الأخطر بقى إن أنا يحصل عندي stretching for، تخيل كده معايا حصل stretching، أنا ده بدل ما كان ماشي direct يحصل stretching of the pons، يعمل لي حاجة بسميها durit hemorrhage، ودي صورة حقيقية من عندنا من الشغل بتاعنا. يحصل عندي إيه؟ durit hemorrhage. durit hemorrhage ده يحصل فيه إيه؟ يحصل hemorrhage جوه البونس. طب الهيمرج اللي جوه البونس ده بيعمل ايه؟ الليجنز بتاعت البونس هتاخدوها في الفيسيولوجي بتعمل حاجه بنسميها ديسيربريت ريجيديتي، هتعرفوها
في المكان بتاعها، وبالتالي ده ممكن يبقى مخلي يأثر على الاسندنج ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ويؤدي ممكن لكمبليت لوس اوف كونشسنس اكوردنج للاكستنت بتاع الهيموريج خلاص. وده بيعمل لي ليجن بسميه دي سيريبريت ريجيديتي، كأن الكورتكس فوق شغال سليم والبرين ستيم من تحت شغال، لكن الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي بتخلي البني ادم كونشس مش شغال. يبقى احنا اخدنا اول نوع اللي هو السفل ساين هرنيشن، وقلنا ده هيأثر على الانتيريور سيريبرال ارتري. اتفقنا بعد كده ترانس تنتوريال هرنيشن، وقلنا فيه ثلاث حاجات ميجور: الاوكيلوموتور نيرف بيبيلري دايلاتيشن مع البوستيريور سيريبرال ارتري يعمل فيجوال كورتكس ليجن، وكمان ممكن يأثر على الكونترالاترال سيريبرال بيدانكل فيأثر يعمل ابسي لاترال هيمي باريسز او سودو لاترالايزيشن، والاخطر انه يضغط على ال brain stem يعمل stretching of the vessels اللي احنا هنعرف بعد كده من الاناتومي اسمها penetrating arterioles او central arterioles، وبتبقى weak blood vessels وسهل يحصل لها rupture، فيحصل لها rupture تعمل لي حاجة بسميها direct hemorrhages اللي تسبب لي في decerebrate rigidity. اخر حاجة عندنا خالص ال tonsillar herniation, and it's the most fatal او الموست serious condition، ان انا يجي عندي ال cerebellar tonsils وتدخل تتحشر مع المدلة oblongata في الفوريمن ماجنم، ودي طبعا هتأثر على الفيتال كارديوريسبيراتوري سنترز، وعادة هتكون fatal. تمام، يبقى احنا عايزين نفتكر السبفال ساين هرنيشن انتيريور سيريبرال ارتري سيندروم ان كيس ان هو حصل الليجن ديستال للانتيريور كوميونيكيتنج، لو حصل بروكسيمال ممكن يعدي بسبب الكروسنج اوف ذا بلاد سبلاي. الترانس تنتوريال هرنيشن عندي ثلاث حاجات: اوكيولوموتور نيرف والبوستيريور سيريبرال ارتري، عندي الانسينيت بروسيس هرنيشن تضغط على الكونترالاترال سيريبرال بيدانكل تعمل ابسي لاترال هيمي باريسز والديوريت هيمرج الموست فيتال فيوم او اللي هو بيعمل سيريبريت ريجيديتي. اخر حاجه الفيتال جريفست كونديشن ان انا عندي السيريبيلر تونسل تحصل وتتحشر مع المدله اوبلونجاتا وتاثر على الفيتال كارديو ريسبيراتوري سنتر وتعمل لي death. احنا كده اخدنا البلاد برين بارير، واتفقنا ان هو زيادة على الكابيلرز اللي هي بتبقى تايت جونكشنز ما بينها، هيبقى عندي الفود بروسيسز بتاعت الاستروغلايا، وفي بعض الاماكن السوبرفيشال هيبقى معايا اكسترا لاير من الاكستندنج ديورا، وفي بعض الاماكن ممكن يبقى عندي لاير من بيريسايتس، والبلاد برين بارير لا يسمح غير بمرور الليبيد سوليبل سبستنسز. واتفقنا ان هو مش موجود البلاد برين بارير في بعض الاماكن في المخ اللي بتحتاج انها تحس تبقى سنسيتيف عشان بتعمل هوميوستاسيس زي الثالاموس وزي البينيال جلاند. اخذنا الكومن باثوفيسيولوجيكال فينومينا زي السيريبرال ايديما، واتفقنا ان مشكله السيريبرال ايديما ان انا بدخل في فيشس سيركل اوف بوزيتيف فيدباك، ان الايديما تعمل بلاد كومبرومايز، تعمل هايبوكسيا، تعمل انكريز بيرميابيليتي، تعمل فازو دايلاتيشن، تزود الايديما، تزود الهايبوكسيا، تزود الكومبرومايز، وقلنا ان ده بيؤدي للليفيتد انتراكرانيال بريشر اند سيريبرال اند برين هرنيشن. ثانك يو.